عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عصافيري الصغار وأحبائي التلاميذ، أرحبوا بكم مجددا في مدرستكم مدرسة نت. هذا الفيديو سوف يكون مخصصا لحل مجموعة من التمارين في مادة اللغة العربية وطبعا لتلاميذ السنة الثانية ابتدائي. حسنا، لنكتشف مع بعض إذن أول تمرين. ماذا يقول أول تمرين؟ أضع الضمائر أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن في المكان المناسب. إذن لدينا هنا مجموعة من الجمل، وبكل جملة يوجد خانة في أول الجمل. ماذا سوف نفعل في هذه الخانة؟ سوف نضع الضمير المناسب. نبدأ بأول جملة. حسناً، تراجعون دروسكم. هناك خطأ هنا، تراجعون وليس تراجعوني، إنما تراجعون دروسكم. ما هو الضمير الذي نضعه في هذه الجملة؟ تراجعون دروسكم. كنا قد درسنا درس ضمائر المخاطب مع الفعل الماضي والمضارع. هذا الفعل، حسنا، نحن نتفق بأنه فعل. هل هو مصرف في زمن الماضي أم المضارع؟ بماذا يبدأ الفعل؟ عفوا، تراجعون، يبدأ بالتاء، تاء المضارعة. تراجعون دروسكم، إذن الفعل مصرف في المضارع. تراجعون، حسنا، هل هو مفرد؟ فعل مصرف في المفرد، في المثنى، في الجمع؟ إنه مصرف في الجمع. نعم، إنه مصرف في الجمع. الآن بما أنه مصرف في الجمع، أي أننا هنا لا نضع الضمير أنت، أنت، وأنتما، بل سوف نضع إما أنتم أو أنتن. الآن لاحظوا آخر الفعل بماذا ينتهي؟ ينتهي بواو ونون، واو الجماعة، واو ونون التي تفيد الجمع المذكر السالم. نعم، إذن الضمير الذي نضعه هنا هو الضمير أنتم وليس أنتن، لأن أنتن يفيد الجمع المؤنث السالم. إذن أنتم تراجعون دروسكم، مفهوم؟ ننتقل الآن إلى الجملة الثانية. تنجز التمارين، نقاط، تنجز التمارين. إذن ماذا نضع في هذه الجملة يا ترى؟ تنجز التمارين، هل نضع أنت، أنت، أنتما، أنتم، أم أنتن؟ تنجز التمارين. حسنا، نتفق بأن الفعل هو في المضارع، تنجز. إذن هل نضع أنتم أيضا؟ لا. أنتن؟ لا. هذا الفعل هو مصرف في المضارع والذي يمثل المفرد. الآن المفرد أي إما أنت أو أنت. الآن المفرد، هل هو في المفرد المذكر أم المفرد المؤنث؟ أنت تنجز أم نقول أنت تنجز؟ ماذا نقول؟ إذا نقول أنت تنجز التمارين. نعم، نقول أنت تنجز التمارين وليس أنت تنجز التمارين، مفهوم؟ ننتقل إلى الجملة الثالثة. نقاط تكتبن الدرس، نقاط تكتبن الدرس. الآن هذا الفعل تكتبن هو مصرف في المضارع، ولكن هذا المضارع إما المضارع المفرد، المثنى، أم الجمع؟ هل هو المضارع المفرد؟ قلنا تكتبن وليس تكتبين، إذن إنه ليس مضارع المفرد. هل هو المضارع المثنى؟ عفوا، لا. المضارع الجمع؟ نعم، إنه فعل مضارع في الجمع. الآن بالنسبة للجمع، هل هو الجمع المذكر السالم أم المؤنث؟ جمع المذكر أم جمع المؤنث؟ هل قلنا تكتبون مثل تراجعون؟ لا، قلنا تكتبن. إذن الضمير الذي نضعه هنا هو الضمير أنتن. نعم، أنتن تكتبن الدرس، أحسنتم. ننتقل الآن إلى هذه الجملة. نقاط تجمعين الأدوات،
إذا النقاط تجمعين الأدوات. ما هو الضمير الذي نضعه هنا؟ أنت تجمعين الأدوات؟ لا، أنت تجمعين الأدوات؟ نعم، نقول أنت تجمعين الأدوات. لماذا؟ لاحظوا في آخر الفعل تجمعين الياء والنون والتي تفيد المفرد المؤنث. إذن أنت تجمعين الأدوات. تبقى لدينا جملة أخيرة، نقاط تذهبان إلى المدرسة. إذن ما هو الضمير الذي نضعه هنا؟ هل نقول أنت تذهبان إلى المدرسة؟ لا، هل نقول أنت تذهبان إلى المدرسة؟ لا، هل نقول أنتما تذهبان إلى المدرسة؟ نعم، نقول أنتما تذهبان إلى المدرسة. لماذا؟ لاحظوا إلى الفعل تذهبان ينتهي بألف ونون وهي ألف الاثنين المثنى. إذا أنتما تذهبان إلى المدرسة. جيد، الآن ننتقل إلى التمرين الثاني وهو أضع في الفراغ المناسب ما يلي هذا، هذه، هؤلاء. أسماء الإشارة، نضع اسم الإشارة المناسب. حسنا، هذا، هذه، وهؤلاء. هذا ماذا يمثل؟ يمثل إذن الإشارة إلى المفرد المذكر، وقلنا بأن هذه تفيد الإشارة إلى المفرد المؤنث. هؤلاء تفيد الإشارة إلى الجمع. إذن ماذا سوف نفعل؟ في كل جملة سوف نلاحظ الاسم، ما إذا كان يشير إلى المفرد المذكر أم المفرد المؤنث أم الجامع المذكر. مفهوم؟ حسنا، أم الجمع بصفة عامة. نقاط شرطي، شرطي، شرط، هل قلنا؟ نعم، لقد قلنا شرطي. هل هو مفرد مذكر، مفرد مؤنث أم جمع؟ كلمة شرطي، شرطي، إذن هو مفرد مذكر. ماذا نفعل؟ إذن نضع هذا. نعم، هذا شرطي، ولأن الاسم الإشارة هذا يفيد المفرد المذكر فنضعه مع الاسم المفرد المذكر، هذا شرطي. مفهوم؟ الجملة الثانية، نقاط تلاميذ. هل نضع هذا، هذه، هؤلاء؟ تلاميذ، هل هو مفرد؟ إنه جامع، نتكلم عن مجموعة من التلاميذ. إذن هل نضع هذا تلاميذ، هذه تلاميذ؟ بل نضع إذن اسم الإشارة هؤلاء، هؤلاء تلاميذ. أحسنتم. الجملة الثالثة، نقاط نافذة. نافذة، حسنا، هل هذا الاسم اسم نافذة؟ هل هو يفيد المفرد المذكر، المفرد المؤنث أم الجمع بصفة عامة؟ نافذة تنتهي بتاء مربوطة، وتاء مربوطة تدل على المؤنث، إذن مفرد مؤنث. وما هو اسم الإشارة الذي نضعه مع المفرد المؤنث؟ إنه اسم، حسناً عفواً، إنه اسم الإشارة هذه. نعم، هذه نافذة. ننتقل الآن إلى الجملة الرابعة، نقاط موظفون. إذن ما هو اسم الإشارة الذي نضعه هنا؟ موظفون، هل هو اسم مفرد مذكر؟ هل هو اسم مفرد مؤنث؟ لا، هل هو جامع؟ نعم، موظفون إنه جمع. إذن ما هو اسم الإشارة الذي نضعه مع الجمع؟ هو هؤلاء. نعم، هؤلاء موظفون. الآن ننتقل إلى الجملة الرابعة أو الجملة الخامسة، نقاط قسم السنة الثانية. تبدو جملة كبيرة، ولكن نلاحظ مباشرة الاسم الذي يلي اسم الإشارة الذي نضعه هنا، قسم. قسم، هل هو اسم مفرد مذكر أم مفرد مؤنث أم جمع؟ قلنا قسم، إذن قسم واحد فقط، إذن إنه مفرد. الآن هل هو مفرد مذكر أم مفرد مؤنث؟ إنه مفرد مذكر. نعم، قسم هو اسم مذكر، ونضع معه اسم الإشارة هذا. نعم، هذا قسم السنة الثانية.
آخر جملة نقاط أختي سوسن. أختي سوسن، كأننا نعرف عن الأخت ونقول بأنها أختي سوسن. إذن اسم الإشارة هل نضع هذا، هذه أم هؤلاء؟ هل نقول هذا أختي سوسن؟ هل نقول هذه أختي سوسن أم هؤلاء أختي سوسن؟ حسناً، أختي سوسن. إننا نعرف على شخص واحد فقط وهو سوسن. يوجد سوسن واحدة وليس جماعة من سوسن، إذن نتفق بأنه مفرد. إذن هذه الجملة هي جملة مفردة. الآن سوسن، هل هو اسم مذكر أم اسم مؤنث؟ إنه اسم مؤنث. إذن ما هو اسم الإشارة الذي نضعه في هذه الجملة؟ نضع هذه. أحسنتم، هذه أختي سوسن. رائع. الآن التمرين الثالث. التمرين الثالث هو أو يقول أربط بين شطري العبارة. إذن لدينا هنا مجموعة من الضمائر وهنا لدينا الجمل. كل جملة أو كل ضمير يجب أن نربطه مع الجملة المناسبة له. إذن لدينا هنا هو، هي، هما، هم، هن. ترسم لوحة، يقرأ قصة، يلعبن بالحبل، يشاهدان التلفاز، يذهبون إلى حديقة الحيوانات. الآن نبدأ بالضمير هو. أي جملة نربطها مع الضمير هو؟ هل نقول هو ترسم لوحة؟ لا، لا نقول ترسم لوحة. فترسم لوحة تعود على المؤنث وليس المذكر، وهو ضمير مفرد مذكر. إذن نربطه مع هذه الجملة. الآن هذه الجملة، يقرأ قصة. هو يقرأ قصة، هل هي جملة صحيحة؟ نعم، إنها جملة صحيحة، ونقول هو يقرأ قصة. وهي هذه الجملة هي جملة مضارعة تفيد المفرد المذكر. إذن نقول هو يقرأ قصة. الآن الضمير هي، هل نربطها مع هذه الجملة؟ هل نقول هي ترسم لوحة؟ نعم صحيح، نقول هي ترسم لوحة. فالضمير هي، الفعل المضارع مع الضمير هي دائما يبدأ بالتاء، تاء المضارعة المؤنثة، وهو الضمير الوحيد فقط في ضمائر الغائب الذي يكون فعل مضارعه يبدأ بتاء مفتوحة وليس ياء مفتوحة. نتفق في هذه النقطة؟ جيد. نكمل الآن مع الضمير هما. هل نربطه إذن مع هذه الجملة؟ هل نقول هما يلعبن بالحبل؟ لا، هل نقول هما يشاهدان التلفاز؟ إذن نعم، إنها جملة صحيحة. لماذا؟ حسنا، دائما في ضمائر الغائب الأفعال المضارعة تبدأ بالياء ما عدا مع الضمير هي الذي يبدأ بالتاء. بالنسبة للضمائر الأخرى تبدأ كلها بالياء، ولكن لماذا ربطناها هذه الجملة مع الضمير هما؟ لاحظوا إلى آخر الفعل المضارع ماذا ينتهي؟ بالألف والنون. الألف والنون هما يمثلان المثنى. ألف الاثنين، بمجرد وجود ألف الاثنين إذن يمثل المثنى، وهما هو ضمير الغائب يفيد المثنى. إذن نقول هما يشاهدان التلفاز. الآن نبدأ أو نكمل مع الضمير هم. هل نربطه إذن مع هذه الجملة؟ هل نقول هم يلعبن بالحبل أم نقول هم يذهبون إلى حديقة الحيوانات؟ حسناً، ركزوا جيداً، لاحظوا إلى آخر الفعل المضارع في هاتان الجملتان. الآن هم هو ضمير يمثل الجمع المذكر، الجامع، أي جماعة من الناس مذكر. الآن لاحظوا إلى آخر هذان الفعلان، أي من هذان الفعلان ينتهي أو يمثل الجمع المذكر؟ هل هو الفعل يلعبنا أم الفعل يذهبون؟ إنه الفعل
يذهبون. نعم، إذا نربط ضميرهم مع يذهبون إلى حديقة الحيوانات. لماذا؟ لأن في آخر الفعل ينتهي بواو الجماعة. هنا ألف الاثنين واو الجماعة، وهذه الواو تمثل الجمع المذكر. ويتبقى لنا إذن آخر ضمير، وهو الضمير هن، ونربطه مع هذه الجملة فنقول هن يلعبن بالحبل. هن يلعبن بالحبل، مفهوم؟ إذن الآن نكمل في آخر مع آخر تمرين يقول أرتب الكلمات لأكون جملة مفيدة. إذن لدينا مجموعة من الكلمات سوف نرتبها لكي نتحصل على جملة مفيدة. نبدأ إذن بأول هذا الشطر الأول من الكلمات المشوشة. نقرأ هذه الكلمات مع بعض. اصطف أمام التلاميذ العلم ساريتي. بماذا يبدأ الجمل؟ تبدأ الجمل دائما، هل تبدأ بالفعل أم الاسم؟ في اللغة العربية تبدأ الجمل بالفعل. حسنا، أين هو الفعل في هذه الكلمات؟ إنه إذن الفعل اصطف. نعم، إذن أول كلمة نضعها هي الفعل اصطف. الآن ماذا يأتي بعد الفعل؟ يأتي الفاعل، أي من قام بالفعل. من اصطفى؟ من اصطفى؟ هل نقول اصطفى أمام أم التلاميذ العلم ساريتي؟ من اصطفى؟ إنهم التلاميذ. نعم، إذن ثاني كلمة نضعها هي كلمة تلاميذ. اصطف التلاميذ، إذا التلاميذ هو الفاعل، هم الذين من قاموا بالفعل وهو اصطف. اصطف التلاميذ. الآن ما هي الكلمة الموالية؟ هل نقول اصطف التلاميذ أمام أم نقول اصطف التلاميذ العالم؟ اصطف التلاميذ ساريتي. اصطف التلاميذ أمام. نعم، اصطف التلاميذ أمام. أمام ماذا؟ أمام العلم أم نقول أمام ساريتي؟ يعني يمكن أن نقول أمام العلم، ولكن بما أنه يوجد كلمة ساريتي، إذا نضع ساريتي ثم العلم. اصطف التلاميذ أمام ساريتي العلم، مفهوم؟ نكمل إذن الجملة الثانية. إذن ماذا تقول هذه الجملة؟ النشيد أنشد الوطني التلاميذ. حسنا، ماذا قلنا في الجملة السابقة؟ دائما الجمل تبدأ بالفعل. أين هو الفعل في هذه الكلمات؟ هل النشيد هو الفعل؟ أنشد الوطني أم التلاميذ؟ إنه الفعل أنشد. نعم، أنشد هو الفعل، وهو الذي نبدأ به الجملة. الآن من أنشد؟ إذن بعد الفعل ماذا يأتي؟ يأتي الفاعل، مثل ما ذكرنا في الجملة السابقة. الآن هنا من أنشد؟ النشيد هو الذي أنشد. هل النشيد ينشد؟ هل الوطني ينشد؟ هل التلاميذ ينشدون؟ نعم، التلاميذ يمكن لهم الإنشاد. إذن أنشد التلاميذ. ثاني كلمة نضعها هنا هي التلاميذ. أنشد التلاميذ. ماذا أنشد التلاميذ؟ هل نضع هنا النشيد أم نضع الوطني؟ هل نقول أنشد التلاميذ الوطني؟ لا، أنشد التلاميذ النشيد. نعم، إذن النشيد ثم آخر كلمة هي الوطني. إذن تصبح الجملة هكذا: أنشد التلاميذ النشيد الوطني، أو نقول النشيد الوطنية وليس النشيد الوطني، مفهوم؟ وبهذا نكون قد أكملنا هذه التمارين التي كانت مخصصة لمادة اللغة العربية لتلاميذ السنة الثانية ابتدائي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جيدا من هذه التمارين. أترك لكم إذن في هذه الشاشة موقعنا الإلكتروني، بريدنا الإلكتروني أين يمكنكم التواصل معنا، صفحتنا أيضا على موقع الفيسبوك.
بالإضافة إلى قناتنا على اليوتيوب أين يمكنكم الاشتراك وتفعيل الجرس الأحمر حتى يصلكم جديد فيديوهاتنا. وبهذا نكون إذن أطل عليكم في الفيديو القادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.